مساء الخير عليكم. في حلقة من حلقات مرة ونص كنتوا شفتوني على 6 تاع الصباح في مارشي كلوزيل مع زهية اللي تبيع لي زيبيس. اليوم راهي 7 تاع العشية وراني متواجدة في العاصمة وبالتحديد في ساحة شهداء. رايحين نتعرفوا على سيدة خدمتها من نوع خاص. ابقوا معايا باش تعرفوا شكون هي نفيسة. سو خير. وي مساء النور. واش راكي نفيسة؟ لاباس الحمد لله. كل صابون لاباس كي بيان الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. نفيسة انا ما عرفتكش وما عرفتش واش تخدمي اكزاكتومون. حبيتك انت تعرفي روحك وتعرفي الناس واش ديري. تفضلي. بون جو سوي نفيسة بعدم من ولاية بومرداس وصاحبة مؤسسة نادافون صيانة والتطهير. ديت القرض من طرف كناك واني خدامة دوكا مع النتكوم. اوكي نفيسة، كيفاش احتاجتك الفكرة باش ديري يعني مشروع كيما هذا؟ درت الدوسي تاعي 2012. نعم كانت الحالة ناقصة بزاف في النظافة، كانوا كاين غير كوامن تاع البلدية. قلت انا ندير مشروع تاع كامل وبالا. جبتي الكاميون وراكي تخدمي اون كولابوراسيون مع ناتكوم، مع مؤسسة ناتكوم. سكيفي كما نقولوا حنا انت كي كريت لهم الماتيريال. وي كريت لهم الماتيريال سي ماما. وهما يعاونوك بالخدامين. فوالا هما عليهم خدامين انا ليا الكاميون. تخي بيان. باسكو حنا واش ديري انت؟ واش ديري؟ وشنو هما اهم المهام اللي عندك انت في خدمتك؟ وشنو هما؟ وانا نجري الكاميون كامل بالخدامين بالخدمة بكلش في السيكتور لي دو فواياج. توجور انا نخدم. الوغ نفيسة درتو ان تور لهنايا، رانا كيما الجامع الكبير. كي تلحقي الان بوان هكذا وباش ترفدو، واش ديرو كامل؟ واش ديري؟ بون يجو لي كوليك سي نورمال يرفدو لا بوبال. يديروها نورمال، انا نخدم في الفوراج نديرو لا بوبال نتاعنا ونروحو. تخي بيان. نفيسة هنايا لا زون ديالك انت واش تخدمي كامل؟ وين تخدمي؟ وحنا عندنا لا كاسبا جينيرال باسكو هي خدمتنا. دي فوا نخدمو ساحة شهادة، دي فوا نخدمو فوق باب جديد، دي فوا نخدمو رود لالان، كل خطرة واش نخدمو؟ باسكو لاباز تاعنا كامل لا كاسبا. شحال من بوان عندك ابوبخي؟ باش نحسبلك لي بوان اكزاكت. كاين عندكم دي بوان باينين ولا دي فوا تكونوا تمشوا تلقاو لابوبال لازم تحبسوا؟ دي فوا نلقاو حاجة هكا عشوائية، ما نلقاوش ديما لابوبال نورمال، باسكو دي فوا يحطوا في الطريق، دي فوا كاين هكا الرمي العشوائي توجور. نفيسة الكاميون ديالك كيفاش تمانيبيولي؟ راني نشوف هاد كاين دي بوتون منا، كاين دي سوا ديزون دي بغا هنايا. كيفاش تمانيبيوليه؟ فهمينا فيه. هادي اوتوماتيك وهادي مانيوال. داكوغ. واش يديرو؟ انا راني نخدم، هادي تخدم الفوراج، هادي تخدم، هادي اللي تطلع وتحبط، هادي اللي تدخل لافوبال. هادي نخدم بها، كاين تخوا بوتون كيما راكي تشوفي نخدمو بيهم. خاص كي نخدمو بهذا لازم نخدمو بواحد، ما نقدرش نخدمو بزوج. باسكو نخدمو بزوج فليكسيبل يطرطق، باسكو الزيت تكون سخونه بزاف يطرطقنا لي فليكسيبل. فليكسيبل عماك هادو هما لي فليكسيبل راك تشوفو فيهم. داكو هادوك هما لي يطلعو لي فليكسيبل، هادو ما فيهم الزيت، هادو هما لي يمشيو الفوراج. الكاميون ديالك شحال يرفد من نفايات يعني كومبريسي وكل شحال يقدر يرفد؟ 3 طون.
خواتان اللي يقدر يرفدها. باش تعلمتي كيفاش تمانيبولي الكاميون؟ تعلمتي وحدك؟ درتي فورماسيون؟ كيفاش؟ كنت عندي انيدي في الانترنت، كنت نشوف، كنت نقرا تانيك صوالح بزاف وتعلمت كيفاش، وزدت شفت فلاتولي تاع دودا، سينو كنت جبتها من دودا، شفت فلاتولي زاد وراو لي كيفاش نخدم اكسيتيرون، تما تعلمت عندهم شويه كيفاش نخدمها. ولو كان يطيحوا لك هادو ما يطيحوا لك اون بان تقدري تسيكي روحك كاش فليكسيبل هكذا اون بان، ولا عندي الريزيرف داخل الكاميون، تشوف الريزيرف اللي عندي عندنا الريزيرف هادوما. واش ديري بهم هادو كي طيحو اون بان؟ فوالا هادوما كاينين اون بان وكفليكسيبل، باش كاين بليزيور فليكسيبل ماشي واحد، كاين بليزيور. وديريهم وحدك اون كاوين طيحي اون بان، سيكي راسك وحدك بس نورمال مدام. دخلتي في دومين تاع خدمه ما نسمعوش كامل بلي كاين مرافه يعني، وعلاش وكيفاش؟ هادي شنو نقول لك مدام، انا كنت خاطر الدومين هذايا وكنت مقتنعه به، حبيت نثبت روحي فيه، هذا واش كاين. ثبتي روحك الحمد لله، ثبتت روحي فيه بجدارة كبيرة وجو سوي فيه غدوة. راكي واحد بالمية، راكي واحد، راكي وحدك اليوم انا وغدوة ان شاء الله يكون لارولاب ان شاء الله ماذا بيا بيسك. علاش مهنة مهنة هادي كأي مهنة، احنا ما نقولوش هادي ولا هادي، بيسك اي مهنة صعيبة مادام كي تدخليها تعرفي باللي صعيبة، ما كاش مهنة ماشي صعيبة. نفيسة، شكون اللي بالك شجعك باش تخدمي في هاد الخدمة؟ اسكو كاين الناس اللي وقفت معاك؟ بان انا شجعني بابا ويما من الاولى، سمعوا باسكو حكيت لهم قبل ما ندير هذا الشيء بون كيطلعوا لي الموافقة، درت الدوسي تاعي بديتي تخدمي. بديتي تخدمي. وعندي صديقة ثاني مقربة ليا بزاف ثاني شجعتني بزاف. شنو هما العراقيل اللي تلقايهم بوكو بلوس في خدمتك سورتو؟ يعني نتوما خدمتكم راهي الشارع النظافه، وشنو هما العراقيل اللي تلقاهم؟ العراقيل اللي نصيبوهم بزاف هي ستاسيونمون تاع لي فواتور، توجور كنكونو نخدمو بلايص ضيقين ولا نلقاو اون فواتور هكذايا من تحتها حشاك النفايات، وكي نجيو فوق النفايات تحت لا فواتور تلقاي النفايات، ومن بعد عامل النظافه لازم ينحي هذيك النفايات باش ما يقدرش يخليها الغدوه. بس هذاك السيد اللي جا ستاسيوني قدام دارو، تسمى ما تقدريش تهضري معاه، وكان تهضري معاه يصرا مشكل. النفايات العشوائيه مشكل كبير تانيك، مشكل كبير، كيما يكونوش في البلايص تانيك عدم التفاهم، كيما السجاج كيما الحطب كيما صوالح هادو ما راهمش ديشي ناجح باش يحطوهم لنا لداخل البار، توجو نلقاو مشاكل. تسمى يولي عامل النظافة ينحي واش كاين داخل البيت باش تسمى يصعبونا مام في الوقت مام في كلش، توجور عامل النظافة يتأذى في سبعتي من الزجاج باسكو هو ما على بالوش كاين في الساشية، يرفدها مين يرفدها يلقى سبعتي الدم تاعني، ها المشكل هذا كبير بزاف. وتوجور حنايا نقولوا ما كلها زجاج ما كلها زجاج، كاين بزاف تحسيسيات في هذا مي ما كاين والله ما كانش لحد الان ما كانش لحد الان ما كانش هذيك الثقافه تاع النظافه ما كانش للاسف الشديد. هذيك داخل واش كاين؟ نحي التلفزيون هادي يقول لا موش دي شي نفيسه كي دخلتي ديسيديتي باش كيما نقولوا حنا تستثمري وتخدمي في هذا السيكتور،
لازم تدخلي منه دراهم. لا بونستون لي زونتربريز تاع نيتواياج ما راهمش يدو حقهم نورمال، بيسكو الكاميون هذا نورمالمون يخدم بانسون، مي ماهمش يخدم بلا سوم هذيك، بيسكو حنا كي سيميسيونو توجور راهم يدو البري الهابط ما يدوش البري طالع. سما حنا لي زونتربريز كامل تاع لونساج كنا كونجون ما راناش في المستوى تاع ما يقدروش يخلصوا الكريدي تاعهم امبوسيبل، بيسكو علاش الشيء اللي راهم يدو وين رايح لومبان. انا مشكل بزاف في لومبان باسكو لا ديشارج كاين بزاف مشاكل في لا ديشارج بزاف. لا ديغنيغ فوا راح لي كاردون ديسك بلاطون كل ما يروح لي. شحال تسقم لا ريباراسيون تاعو؟ انا كيما ديسك بلاطون 7 ملايين، الروده الاخرى 2 ملايين ونص. سما انا ما نجيبهاش في الليله ما نجيبهاش، رانا نخدمو هكذاك نقولوا عليه الكريدي، انا نخدموا على الكريدي، مي الكريدي بوغ انستون ما راحينش نخلصوه باسكو ما نقدروش نخلصوه. ديجا راكي في 3 سنين خدمه هكا. ايه ما نقدرش نخلصوه، انا في 3 سنين كون نخدم 5 سنين ولا 6 سنين ما نقدرش نخلصوه باسكو ما راناش ندو والو. واش لو مخليك تكملي في هذه الخدمه ما قلتيش سي بون نحبس هذا الشيء ندير حاجه واحده اخرى؟ لا الخدمه هذه ما نحبسهاش باش تبديت فيها ونبغيها ونقدرش نحبسها، لازم نبقى فيها ان شاء الله تسقم منا وبليتار ان شاء الله. عندك امل انك انها تسقم؟ معناش ما كاينش حاجه تبدا مسقمه، لازم نسقموها بالعقل، ما نقدروش، لازم تبدا درجه بدرجه باش تطلعي ما تقدريش. احنا عندنا اراده الحمد لله وربي معانا، وان شاء الله نطلب من المسؤولين يكونوا معانا باسكو هذوك هما الصح، اذا ما عاونوناش ما نقدروش نكملوا نتكسروا كاع كيما رانا. والناس الناس تانيك لازم يعاونوا، الناس لازم يعاونوا روحتهم قبل ما يعاونونا حنا. كيعاون روحو كيفاش يعاون روحو؟ يهيئ المحيط نتاعو يكون مليح، اذا هو قدام دارو باش يحط لي فلوب يحط لك الزبل في الارض ما يديروش ما في الساشيه. تما انا ترجع للثقافه، لازم تكون كاين ثقافه وعي، اذا ما كانش ثقافه وعي في النظافه ما يكون والو ما دار. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله في المستقبل تتقدم مدابينا ان شاء الله. ان شاء الله الشعار تاعي النظافه ثقافه، ولازم يحترموا عامل النظافه باسكو راه ينحي لهم بزاف صوالح، ولازم يعطوا له حقه باسكو يتعب بزاف. نتمنى ان شاء الله كما نقولوا خدمتكم هذه تسهل اكثر، نتمنى لك انت التوفيق في خدمتك. وانتم مشاهدينا قبل ما نختم معكم ماذا بيا يعني لو كان نجوز رساله، ونتمنى ان شاء الله تلحق لكل واحد فيكم. اليوم عشت ربما ساعات مع نفيسه والزملاء ديالها في خدمتهم من أصعب المهن اللي ممكن تقدروا تتخيلوها، متأكدة أنه كل واحد فيكم ما يتمناش يخدم هذه الخدمة، نو سيلمون متعبة مي حتى الريحة يعني سي انسوبورتابل. بصح راهم يخدموا فيها، الناس هادو ما راهمش ينقوا في ديارهم، راهم ينقوا في شوارعنا، الشوارع هادو اللي رانا عايشين فيهم كامل. نتمنى إن شاء الله تعاونوهم ونتعاونوا كامل باش نعاونوهم. حاجة سهلة انه القاذورات ولا النفايات تاعنا نديروهم دون دي ساشي مغلوقين، نحطوهم في اماكنهم ونتفاداو انه نبعثروا النفايات. هذا ما كان يعني ماشي حاجه واعره. حلقه اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله تكون رساله وصلتكم، ونعطيكم موعد ان شاء الله في حلقات واحده اخرى. بقوا على خير.